انتوا ما جوعتوش ولا ايه؟ انا شخصيا جوعت. وانا هموت من الجوع. امال في ايه؟ ما حدش فيكم اتكلم يعني. اصله ايه اخرتها يعني؟ هنقول عايزين ناكل وكل واحد فينا يقعد يقترح الاكله اللي على مزاجه وما تعجبش التاني، فنقعد نتناقش عشان نقترح اكله واحده ونشوف راي مين اللي هيمشي وحلني بقى. وفي الاخر بترسى ان الوقت يتاخر وكل واحد ياكل في بيته. لا على ايه؟ خلينا ساكتين بقى. معاكم حق. طب حس كده بقى هستاذن انا. رايح فين؟ رايح اكل في مطعم وخلاص. طب مش هتاخدنا معاك؟ بس كده هبقى انا اللي مشيت رايي عليكم وخدتكم تاكلوا في المطعم اللي على مزاجي. وممكن الاكل يعجبنا وتبقى حاجه اول مره نجربها. هو عامه مطعم تركي عنده 50 فرع في تركيا ولسه فاتح جديد هنا، فانا اصلا اول مره اجربه. تركي بص هو اكيد مش هيبقى حلو، بس انا هاجي معاكم خلاص. وانا هاجي ادوم اللي انتوا هتطلبوه، لو عجبني هجيب بقى وامري لله. اكلنا منيو لو سمحت. منيو ايه؟ بيقول لك اكل تركي وانت هتبقى فاهم حاجه. بص نزل لنا احلى حاجه عندك. صح كده. ما كانش قد كده الاكل، خلي بالك. اوخ ادي اخره اللي مشي وراك في حاجه تاني. انتوا هتستعبطوا يا جدعان، دي اللي اتبقت مثلا. انا كنت بحاول اقيم تجربتك كويس عشان اعرف احكم على الاكل. لا يا عم دي اخر مره نروح معاه في اي حته خلاص، تعال نكمل اكل في حته تانية. يلا بينا يا عم ده بيستاهل. اركداش عايزين اوردرين نفس اللي نزلوا دول بس على حساب عماره. بالظبط. انا زهقت بجد وعايز اغير جو، انا عايز اسافر بره. تسافر بره مره واحده؟ انت عارف تذكره السفر بكام دلوقتي؟ لا ما انا لسه قابض الجامعيه وبفكر اروح البانيا مثلا. بس البانيا ايه يا عم؟ انت ما تروح حاجه حلوه. على قد فلوسي يا عم. طب واللي يوديك تركيا؟ تعرف تعملها بالمبلغ ده؟ عيب عليك، ده انا الفروسو. استناني دقيقه. ايوه لو يعملها يوديني تركيا غير جو. يلا بينا. خلصت اجراءات السفر وجبت لك عصير كمان عشان مشوارنا طويل. اخويا يا جدعان اللي هيوديني تركيا ويشبرق عليا. اوه ايه ده؟ في ايه؟ وايه المطعم ده؟ مساء الخير، تحب تطلب ايه يا فندم؟ شويه كده بس. تمام. ايه ده؟ هو مش المفروض يتكلم تركي؟ اكيد مصري ومتغرب. اتاخرت ليه يا عم فارس انت كمان؟ يعني انت متاكد من حوار تركيا ده؟ اصل دي تحوشه العمر. يا جدع عيب عليك يا جدع، ما تصغرناش. انت محسس ان هنصب عليك؟ النهارده هيكون الورق خالص. قشطه، خد الفلوس اهي. سلام. ترى انت رحت فين يا فارس انت كمان؟ ايه ده؟ دول عندهم بحر زي اللي عندنا في اسكندريه. فريسكا فريسكا فريسكا. ايه ده؟ عندهم فريسكا زينا. ايه ده حموده؟ انت جاي تاكل في المطعم الجديد؟ ايه ده عمره؟ انت جيت تركيا امتى؟ تركيا ايه يا لهبل انت؟ هو انت عشان جاي تاكل في مطعم تركي خلاص بقت من تركيا؟ هو احنا مش في تركيا؟ لا ده مطعم تركي لسه فاتح جديد في اسكندريه. هو انت نفسك تسافر تركيا زيي ولا ايه؟ لا هو المفروض اكون سافرت وان انا المفروض في تركيا، وفارس اخذ مني الفلوس على اساس انه يسفرني تركيا. اخذ منك فلوس وقال لك هسفرك تركيا؟ خرب بيتك يا عمار. استهدى بالله ما تقلقش، انا عارف هناخد منه فلوسنا ازاي. تعالى بس ناكل حاجه في اوتنتك ونشوف هنعمل ايه. احنا في ايه ولا في ايه يا عم؟ يا عم ده اكلهم جامد، دول بيعملوا بقلاوه بالايس كريم وكباب عثماني، يعني حاجه اخر دلع يا جدع. طب يلا بينا وبعدين نشوف الموضوع ده بعدين. تصدق كلامك طلع صح، الفيديو ده فعلا طلع احلى من اللي قبله. عيب عليك مش قلت لك؟ انا مش مصدق، انتوا مشاهير صح؟ امال فين صاحبكم الثالث؟ بعتوه خرجتوا من غيره ها؟ يا عم عادي يا عم، حس كده بقى. ايه رايكم اخدكم في جوله في المطعم التركي بتاعي؟ لا معلش خليها مره تانية عشان مستعجلين. مره تانية ازاي؟ واوتنتيك هيبهرك حتى في الشاي. لا طالما كده يلا بينا، بيقول لك تركي. انا وبيلا فخر مطعمي عباره عن افخم الماكولات التركيه في مصر وفي تركيا نفسها. طب وعلى كده ده يختلف ايه عن غيره بقى؟ الكي نظره وقول لي يا حسره. اهو الفيو ده بقى الصبح مع افطار رايق هيخليك طول اليوم فايق ورايق على الفطور. شويه فطار من الريف التركي، انما ايه يستاهلوا بقكم. لا بس شكله جامد، شكرا على الواجب ده. اقول لك على حاجه، انا عندي فحم تركي جوه اجيبه اولع في المكان كله لاكلكم. انتوا في مطعم يا جدعان. على ايه يا عم؟ خلاص ولا شكرا ولا حاجه. وعشان انتوا حبايبي بقى شويه شاي تركي، انما ايه حكايه. تركي فعلا؟ اقول لك على حاجه، مراد بيك ما بيشربش الشاي غير من عندي. يا واش يا واش، مراد بيك مين ده؟ جوز غمزه خانه. طب بالمناسبه هو انتوا بتقدموا فطار بس؟ منيو اوتنتيك، كفيل يغديك ويعشيك وانا هوريك. في ميزه بقى في مطعمي انا مش بقولها لحد بس هقولها لكم لوجه الله. قول. المطعم ده اول واحد يعمل الكمبري اللي قدامكم ده من 30 سنه في تركيا. طب بالنسبه بقى للحفلات واعياد الميلاد ايه؟ ولا مينيمم ولا سيرفيس، ما تشمتش الاتراك فينا يا عم وتخلينا اكسر مطعمي فوق دماغي. لا وعلى ايه يا عم؟ المطعم لسه جديد. ما انت عصبتنا يا فنان، المنديل ده تركي خلي بالك. لا ما هو واضح، احنا بس هنستاذنك، كان نفسنا نقعد معاك اكتر من كده بس انت عارف بقى. مطعمك بيسركس على مطعمك بعد اذنك يا فنان. مطعمك يا سيدي التركي. مطعمك التركي، ممكن تسيبنا نمشي بقى؟ اتفضلوا فنانين. حاجه خانقه يا راجل. لا يا عم انا مش هاجي هنا تاني. انا بفكر افتح فرع تحت البحر. انت قاعد هنا وسايب الطباق معفنه،
قوم اغسلها. يا عم حاضر ما تزقش. الترابيزه اللي مشيت دي فين حسابها؟ لا حساب ايه، ما انا ما حسبتهمش. انت مش تركي ولا ايه؟ انت مخصوم لك شهر. خلي بالك انت اللي مسوق سمعتنا وسط الاتراك، انا سايبها لك وماشي. تعالى هنا بس هات حساب الترابيزه اللي مشيت بالتركي. ما قالك عندي شيء بالمصري؟ الحساب يوم الحساب.